بولندا الأرجنتين المباراة الثالثة ضمن المجموعة الثالثة، منتخبان لهما باع طويل في المسابقات الدولية وعلى رأسها منافسات المونديال. سبق وأن تقابل في كأس العالم، الأولى كانت سنة 1974 في مونديال ألمانيا وانتهت لصالح بولندا ب3-2. ليتقابل مرة أخرى بعد 4 سنوات في مونديال الأرجنتين سنة 1978 وانتهت لصالح أصحاب الأرض ب2-0. كما سبق وأن تواجه كذلك في مباراة ودية سنة 2011 وانتهت لصالح بولندا. مباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات رغم أن الترشيحات تميل للمنتخب الأرجنتيني.